هل حرف القول للمرجعية من قبل الذين ذكرتهم أم أكو خفايا أخرى؟ لأن الواقع يقول غير هذا. عزيزي أستاذ نجم، المرجعية مع احترامنا للمرجعية كموقع ديني، ولكن المرجع إنسان مثلي ومثلك، والإنسان في الواقع التجربة تكون عامل للتحولات اللي تحصل عنده في بعض قناعاته. فالمرجعية في 2005 غير المرجعية اليوم. المرجعية في 2005 كان وضع ثقتها كليا بأحزاب الإسلام السياسي الشيعية، وهي ساهمت يعني من خلال أحمد الصافي. أحمد الصافي كان يريد أن يجعل الإسلام المصدر الأساس بلام التعريف للتشريع، وكان يريد أن يضع مادة خاصة للمرجعية في الباب الأول، وكان يريد أن وأشياء أخرى كثيرة أرادوا يثبتون أنه الشيعة يمثلون أكثرية الشعب العراقي، وأرادوا أمور يعني هذا اللي حصلوه هو الحد الأدنى، لأنه كان أكو في الجانب الآخر معارضة لهذه الأمور. طيب طبعا مو معارضة، هي مجاملة ومعارضة، يعني من جانب كان يجاملون مصرين للمجاملة، ومثل ما تفضلت بالمقدمة هي بدأت هنا. الشيعة قالوا الدور إن هذه المقولة من قبل 1400 سنة، احنا محرومين الآن اجى دورنا، لكن عرفوا أنه السنة العرب لا يشكلون أقلية ضئيلة جدا بحيث يجري تجاهلهم بسهولة، قالوا لهم تعالوا نعطيكم حصتكم، وللكرد طبعا لهم حصتهم، وهذه الحصص طبعا لم تنحصر في التحاصص على المناصب وغير ذلك، وإنما امتدت مثل ما تفضلت بالمقدمة إلى حتى التحاصص في الفساد المالي وفي يعني أكو عبارة صافية، أكو عبارة قلتها أن الدكتور كتب بروحية المنتصر أو الغلبة، يعني نعم. هسه الشيعة هم الغلبة، هم المنتصرون. نعم. من كانوا يعنون بالمغلوب؟ من كان المغلوب؟ المغلوب طبعا بالنسبة لهم هم قالوا البعث، ولكن كان يقصدون البعث السنة العرب، هذا واقع. واحنا لا ننسى، لا نبرر السنة العرب السياسيين طبعا، لأن أيضا هم بقوا يراوحون، بقوا مثل متأسفين على سقوط النظام السابق، يعني يحنون إلى النظام السابق. أنا أتكلم عن السياسيين، لا عن الجمهور السني ولا عن الجمهور الشيعي اللي ثبت معارضته 90% للقوى قوى الإسلام السياسي الشيعي. لكن كسياسيين هكذا هم كانوا، هؤلاء كانوا السنة عروبيين يحنون للنظام السابق، لا يؤمنون بالديمقراطية، ولكن مع ذلك أرادوا أن يدخلون العملية السياسية، بعدين عادوا النظام، والشيعة قالوا لهم تعالوا أخذوا حصتكم. طيب وأعطوا طيب الحصة. وهذه من هناك بدأت المشكلة، مشكلة المحاصصة. ومثل ما تفضلت هذه المحاصصة معنى التساتر، التستر المتبادل. نعم. كل يتستر على فساد الآخر، لأنه لا يمكن أن ينفرد الشيعة بالفساد، فإذا هم من مصلحتهم أن يشركوا السنة في الفساد، تعالوا شاركونا في الفساد، شاركونا في سرقة المال العام، أنتم قاعد أيضا شاركونا ونتستر عليكم بمقدار تتسترون طيب